هنبدأ الآن مراجعة الصف الحادي عشر المتقدم في مادة الكيمياء والفصل الدراسي الثاني. في موضوعات هنتكلم عنها إن شاء الله في المراجعة، تنقسم إلى أربع موضوعات أو أربع أقسام. القسم الأول هنحاول نتكلم فيه على الكحولات وتصنيفاتها، القسم الثاني هنبدأ نتكلم فيه على مجموعات الكربونيل، القسم الثالث هيكون خاص بالزيوت والدهون والصابون، أما الجزء الرابع إن شاء الله هيكون خاص بالبوليمرات. هنتكلم اليوم على أول موضوع عندنا وهو موضوع الكحولات. قبل ما أتكلم على الكحولات لازم أكون عارف الصيغة العامة للكحولات. الصيغة العامة للكحولات أو المجموعة الوظيفية للكحولات هي عبارة عن مجموعة الهيدروكسيل اللي هي OH مرتبطة بشق الكيل هو R. الR تمثل عندي سلسلة أو حلقة كربون مرتبطة بالمجموعة الوظيفية اللي هي OH. طيب الR ممكن تكون إيه؟ الR ممكن تكون CH3 لو أنا هتكلم على ميثايل، C2H5 لو أنا هتكلم على إيثايل، C3H7 لو أنا هتكلم على بروبايل، أو C4H9 لو أنا هتكلم على بيوتايل. كل المجموعات اللي احنا اتكلمنا عليها او الشقوق اللي هي الار اللي احنا اتكلمنا عليها ممكن اضيف عليها OH بس، وبالتالي هيكون CH3OH اللي هو هيكون ميثان اسم الالكان، وهضيف عليه المقطع O لو انا بعمل تسمية زي الرسمة اللي مرسومة عندي دلوقتي، هي عبارة عن CH3 ومعاها OH، وبالتالي انا بتكلم على ميثانول. طب لو بدلت CH3 خليتها C2H5OH يبقى انا بتكلم على ايثانول، بدلتها خليتها C3H7 يبقى انا بتكلم على بروبانول، خليتها C4H9 يبقى انا بتكلم على بيوتانول. كل اللي انا اتكلمت عليها ده عباره عن كحولات بسيطه، يعني تحتوي على مجموعه هيدروكسيل واحده مع R او شق الكيل واحد. طيب يبقى انا هنا عشان اعمل تسميه باخد الالكان وبضيف عليه المقطع اول، يبقى ميثانول، ايثانول، بروبانول، بيوتانول، بنتانول، هكسانول، هبتانول الى اخر السلسله بتاعتي. طيب دلوقتي بعد ما انا اتكلمت على الكحولات واتكلمت على الصيغه العامه بتاعها والمجموعه الوظيفيه، دلوقتي عايز اشوف اسم المركب اللي عندي. عندي مركب يتكون من اربع ذرات كربون. طيب الخطوة الأولى لو تفتكر كنت بقول لك إن عد عدد ذرات الكربون ونحدد أطول سلسلة متصلة، ما عنديش غير سلسلة واحدة تحتوي على أربع ذرات كربون. لو أنا جيت رقمت من اليمين هقول 1 2 3 4، فأصبح هنا الـ OH اللي هي المجموعة الوظيفية اللي عندي هتكون رقم 4. طب لو رقمت من اليسار هتكون على رقم كام؟ نفكر مع بعض كده. لو رقمت من اليسار دي هتكون رقم 1، ودي الطريقة الصحيحة لأن أنا بختار أقل رقم يجيلي رقم من المجموعة الوظيفية، فأصبح المركب العيلة بتاعتي هي البيوتين، بيوتين ومعاه هيدروكسي اللي هو الكحول، فأصبح بيوتانول على رقم كام؟ نشوف. رقم 1، يبقى اصبح اسم المركب عندي هو 1-بيوتانول او بيوتانول فقط. قلنا في الفيديو السابق ان رقم 1 ممكن ان انا احذفه، يعني لا يكتب، شرط ان يكون على رقم 1 فقط. طب لو تحركت مجموعه الهيدروكسي واصبحت على ذره الكربون رقم 2 هيبقى المركب اسمه 2-بيوتانول، وهنا ما اقدرش اشيل الرقم خلاص لأن المجموعة الوظيفية ليست على رقم 1. طب لو على 3 لو أيا كان الرقم اللي عندي بشوفه، طبعا 3 في المركب اللي قدامي ما ينفعش لأن الأقرب هيكون 2 وليس 3. طيب لو أنا هسمي بطريقة تانية أو هشوف مركب تاني وزدت عدد ذرات الكربون على نفس المركب اللي عندي وزدت عليه عدد ذرات الكربون، هيكون المركب اسمه إيه؟ هيكون المركب مش اسمه بيوتانول، هيكون اسمه بنتانول، 6-هكسانول، 7-هبتانول الى اخره. طيب نشوف المركب اللي بعد كده. هنا عندي برضو
اتنين تلاتة أربعة. بس خلي بالي هنا الكلام اللي أنا قلته من لحظة واحدة، مجموعة الهيدروكسيل تغير مكانها فأصبحت على رقم اتنين، وبالتالي لا يمكن إن أنا أقول بيوتانول بس. اتنين بيوتانول ليه يا أستاذ؟ لأن هنا البيوتانول أصبح على رقم اتنين. يعني إيه؟ يعني المجموعة الوظيفية الخاصة بالأورول اللي هي الكحول تقع على رقم اتنين، فيكون اسم المركب عندي هو اتنين بيوتانول. طيب اسم المركب عندي واحد بيوتانول واتنين بيوتانول. طب بنفس الكلام حديد كربون يبقى اتنين بنتانول، اتنين هيكسانول، اتنين هيكتانول، الى اخره من الارقام اللي انا بتعامل معاها. طيب انا المطلوب مني دلوقتي اعمل ايه؟ المطلوب مني ان انا اعرف تصنيف الكحولات وكيف يتم تصنيف الكحولات. طيب تصنف الكحولات على اي اساس؟ تصنف الكحولات على اساس عدد مجموعة الهيدروكسيل الموجودة. يعني هل عندي هيدروكسيل واحد؟ هل عندي اثنين؟ هل عندي ثلاثة؟ هل عندي كم هيدروكسيل عندي؟ انا ما عنديش لحد دلوقتي غير بس احادية الهيدروكسيل اللي انا هتكلم عليها. يبقى دلوقتي هصنف الكحولات احادية الهيدروكسيل. نوع الكحول هنشوف هو ايه؟ الصيغة العامة له الأمثال. نوع الكحول عندي هو كحول زي ما انا شايف هنا، كحول أولي. يبقى معنى كده إن أنا عندي أكتر من نوع، أولهم الكحول الأولي. الكحول الأولي إيه اللي هيميزه عن الكحول الثانوي؟ إيه اللي هيميزه عن الكحول الثالثي؟ الكحول الأولي إحنا اتفقنا إن كلهم، كل الأنواع اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي عندها إيه؟ عندها مجموعة هيدروكسيل واحدة. يبقى الخلاف هيكون في الشق الالكيل اللي هو ار. طيب هنا انا عندي كم ار؟ عندي ار سي اتش 2 او اتش. يبقى ذره الكربون زي ما اتفقنا ان لازم تكون محاطه باربع روابط دائما، ربط عليها ار، ربطتين عليهم اتش يعني اتش واتش، والربطه الاخيره لازم يكون عليها او اتش. نعم، عشان يدينا صفه الكحول. طيب مثال CH3CH2OH. لو انا جيت بصيت هنا هلاقي CH2 هي اللي مرتبطه بمين؟ بالOH. هو الكلام اللي احنا قلناه، C معاها H ومعاها H اللي هم CH2، وعندي CH3 هنا تمثل مجموعه الميثيل. طيب هنا CH3 ده مركب كبير، وCH وCH3 وCH2 برضه ذره الكربون المرتبطه بمجموعه الهيدروكسيل هنا اللي هي C، وانا عامل مؤشر عليها بالسهم دي. عندها كم هيدروجين؟ عندها اثنين هيدروجين. اذا انا اتكلم الان عن كحول من النوع الاولي، عنده ار واثنين هيدروجين. النوع الثاني هو الكحول الثانوي. طب ايش هيكون الخلاف؟ احنا قلنا الخلاف هيكون في عدد ار وعدد الهيدروجين. اذا كان الاولي عنده اثنين هيدروجين وار، فالثاني هيكون ايه؟ الثاني عنده 2 ار، ار وار داش وبس هيدروجين. يبقى الملاحظ هنا ان الكحول الاولي والكحول الثانوي بيشترط عندي ان ذره الكربون المرتبطه بمجموعه الهيدروكسيل، ذره الكربون المرتبطه بمجموعه الهيدروكسيل اللي هي هنا ذره الكربون المرتبطه بمجموعه الهيدروكسيل عندها ذره هيدروجين، والثاني عندها ذرتين هيدروجين. طيب مثال هنا ذره الكربون المرتبطه بمجموعه الهيدروكسيل عندها بس هيدروجين واحد، عشان كده قلت عليه ايه؟ ثانوي. طب عندها كم ار؟ عندي 2 ار. ازاي يا استاذ؟ ار عباره عن سي اتش 3 اللي هي على الطرف اللي هي اليسار سي اتش 3، وار عباره عن سي 2 اجمعهم على بعض اتش 5، فاصبح عندي 2 ار سي اتش 3 وسي 2 اتش 5. طب اسم المركب ايه زي ما اتكلمنا من شويه؟ هنا الاو اتش على اي ذرة كربون؟ لو رقمت من اليمين هتبقى على رقم 3، رقمت من اليسار هتبقى على رقم 2، وبالتالي اسم المركب 2 بيوتانول. يبقى انا كده اتكلمت على الكحول الاولي الصيغه العامه بتاعته ار سي اتش 2 او اتش، واتكلمت على الكحول الثانوي اللي الصيغه العامه بتاعته ار 2 سي اتش او اتش. نيجي للنوع الاخير هو الكحول الثالث. كل الانواع اللي عندي سواء الكحول الاولي او الكحول الثانوي او الكحول الثالثي اجتمعت
تتلخص على انها احادية الهيدروكسيل، احادية الهيدروكسيل. وبالتالي الصيغة العامة هتكون R3، عندي 3R مع C مع OH، 3R مع C مع OH. الملاحظ هنا ايه؟ ان انا السي المرتبطة بالاو اتش لا تحتوي على هيدروجين، وده سؤال شهير، الكحول الثالثي او الكحولات الثلاثية لا تتأكسد ليه؟ لان ذرة الكربون المرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل في الاولي عندها اتش، في الثانوي عندها اتش، في الثالثي غير مرتبطة باتش. طيب مثال بس، سي ادي ار سي اتش 3، ادي ار سي اتش 3، ادي ار سي اتش 3 مع مين؟ مع الاو اتش. يبقى ذرة الكربون المرتبطة بالاو اتش لا تحتوي على، لا تحتوي على ذرة هيدروجين. بعد كده بعد ما صنفنا الكحولات هنتكلم دلوقتي على تفاعلات الكحولات. بما ان الكحولات من المركبات اللي رابطها كلها احادية حسب ما انا درست، يبقى تتفاعل بالاستبدال بطريقتين، يا اما مع اتش اكس يا اما مع الفلزات. اتش اكس اللي هو مين؟ اللي هو حديد الهيدروجين، اللي هو الحديد مع الهالوجين. الاكس اللي هو مين؟ فلور او كلور او بروم او يود. طيب مثال عشان نطبق الكلام ده، قال لي تتفاعل الكحولات مع الحمض اتش اكس بالاستبدال، فيحل الهالوجين محل الهيدروكسيد. ازاي؟ في معادلة عامة عندي، قال لي ان الار او اتش مع الاتش اكس، الار او اتش اللي هو مين؟ الكحول، مع الاتش اكس اللي انا هتفاعل معاه، اتش سي ال، اتش بي ار، اتش اف، اتش اي. كل اللي بيحصل ان انا بعمل عملية تبديل، عشان كده التفاعل اسمه استبدال. هنا كان ار او اتش مع اتش اكس، طلع ار اكس، يبقى الاكس اللي هنا دخلت مكان الاو اتش، فاصبح المركب اسمه ار اكس، وبالتالي الناتج هيكون ار اكس زائد اتش او اتش، ودي المعادله العامه للاستبدال مع الاتش اكس. طيب نطبق مثال عملي، هنا المعادله العامه مكتوبه فوق، سي اتش 3 او اتش زائد اتش سي ال، كان الناتج سي اتش 3 سي ال زائد اتش 2 او، هو ده نفس اللي حصل. سي اتش 3 اللي هو الار مع الاو اتش، هنا السي ال دخل مكان الاو اتش، فاصبح الناتج سي اتش 3 ومعاه سي ال، بالاضافه الى الاتش او اتش اللي هي بالنسبه لي مين؟ اللي هي بالنسبه لي الاتش 2 او، ودي المعادله العامه مع مثال عليها. طيب اخيرا تفاعل الاستبدال مع الفلزات النشطه، برضو المعادله العامه عندي. وخلي بالي بقى، هنا عندي بس ذره هيدروجين، وبما ان الهيدروجين غاز فيجب ان يكون في الحاله الجزيئيه بتاعته، يعني H2 بنقول CL2 F2، لازم يكون ثنائي الذره. هبدل هنا ROH مع NA فاصبح RONA، يبقى الـ NA حلت محل H، عملت استبدال معاها، استبدال صح؟ فاصبح RONA زائد 2H2، لان المفروض هيدروجين واحد اللي طالع، بس احنا شرحنا. طب عشان ما اكتبش 2H2 حتى هنا 2ROH 2NA 2ROLA عشان تبقى المعادله موزونه بشكل عام. طيب مثال، نفس المثال اللي فات، CH3OH اللي هو اسمه ايه؟ ميثانول زائد NA اللي هو فلز الصوديوم النشط، يبقى CH3ONA اللي هو اسمه ميثوكسيد الصوديوم، يبقى هنا ده اسمه ميثانول، مع الناتج هيكون الالكوكسيد. من مين؟ من الكان عند ذرة كربون واحدة هو ميثان. طب لو عنده اثنين ايثوكسيد، لو عنده ثلاثة بروبوكسيد، عنده أربعة بيوتوكسيد إلى آخره، لأن أصل إلى 10 أيا كان الرقم اللي عندي. ناخد الحروف الأولى من الألكان، ميثو أو إيثو أو وأضيف على أكسيد الصوديوم. ده بالنسبة للاستبدال مع الفلزات النشطة. آخر نوع من التفاعلات هو تفاعلات الحذف. تفاعلات الحذف في الكحولات باختصار عايز اكون او احذف جزيء من الماء،
طب جزيء الميه ده هيطلع منين؟ من ذرتين كربون، شرط انهم يكونوا متجاورتين. طب الناتج بعد عمليه الحف بيكون الالكين. عند البروبانول يبقى لازم يكون الالكين اللي طالع هو بروبين. الالكين اللي طالع من البروبانول بروبين، يبقى الالكين اللي طالع من البيوتانول بيوتين، يبقى اللي طالع من البنتانول بنتين. بس خلي بالك ان انا عندي كاتاليست هنا هو كونسنتريتد سلفوريك اسيد، هو حمض الكبريتيك المركز عشان يديني الالكين زائد الماء. وبكده الحمد لله رب العالمين نكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الاول، وان شاء الله مع لقاء قادم ان شاء الرحمن مع الجزء الثاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.